فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: إذا تبين هذا فالمخالفة المطلقة لا تحصل بالمخالفة في شيء ما إذا كانت الموافقة قد حصلت في أكثر منه. نعم، هذا كما سبق، هو يعني عود على ما سبق، رد على الذين يقولون إن الأمر بالمخالفة المطلقة يتحقق بأدنى مخالفة. هذا كلام أطال الشيخ في رده. نعم، وإنما تحصل بالمخالفة في جميع الأشياء أو في غالبها. نعم، إذ المخالفة المطلقة ضد الموافقة المطلقة فلا يجتمعان. نعم، فالأمر بالمخالفة أمرا مطلقا يقتضي أن نخالفهم في كل ما هو من دينهم أو من خصائصهم وعاداتهم التي لا فائدة منها، فنحن مأمورون بمخالفتهم على وجه العموم، ولا يخصص هذا العموم إلا بدليل. نعم. قال: وهذا تحقيق جيد لكنه مبني على مقدمة، وهي أن المفهوم من لفظ المخالفة عند الإطلاق يعم المخالفة في عامة الأمور الظاهرة. نعم. فإن خفي هذا في هذا الموضع المعين فخذ في الوجه الثاني، وهو العموم المعنوي، وهو أن المخالفة مشتقة، فإنما أمر بها لمعنى كونها مخالفة كما تقدم تقريره، وذلك ثابت في كل فرد من أفراد المخالفة، فيكون العموم ثابتا من جهة المعنى المعقول، وبهذين الطريقين يتقرر العموم في قوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، وغير ذلك من الأفعال. نعم، كما سبق، كل تقرير للقاعدة، تقرير للقاعدة في أن الأمر العام بالمخالفة لا يتحقق بوجود بعض جزئيات المخالفة، بل لا يتحقق إلا بجميع أنواع المخالفة، مثل قوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، هذا جاء بعد ذكر حالة بني النضير: يقربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار، يا أولي البصائر والعقول، ما جرى لهؤلاء مع كونهم أهل كتاب وكونهم أهل العلم وأهل معرفة، لكن لما لم يعملوا بكتابهم ولم يعملوا بعلمهم عاقبهم الله جل وعلا بهذه العقوبة، وهي القتل والتشريد من ديارهم، عقوبة لهم عاجلة، وما عند الله لهم أشد. فيعتبر أهل البصائر فلا يسلكون مسلك هؤلاء، لأن هذه العقوبة ليست خاصة بهؤلاء، وإنما هي عامة لكل من سلك مسلكهم ووافقهم.